هذا حمادة فنطل ومغترب وعايش في فنلندا. وهذه أمه الله يحفظها له، يا ليتها رقدت. يوميا يصحى زي ذا الوقت، جواد صلع من وين جت ما تدري يا شيخ. يوميا يصحى زي ذا الوقت، بروتين تعبان زي وجهه، وأحلى ما فيه إنه ينظف الفراش. كذاب، وين كله عشان الفيديو ترى. لا تغرك الكتب، ترى هو لسه فنطل ومنفس. تقول حاملة لأني دائما أتونس عليه، شوف وجهه بالله. Good morning. Hi, Hamada. Right now, it's 5 degrees and cloudy. Today, there'll be scattered showers with a forecasted high of 7 and a low of minus 1. By the way, remember to take out the trash. Have a good one. يعني جرير ما يحتاج اقول لك عنه، مسوي فيها ليش؟ شقتي ذكية. قال لك يا واد انت فنطل، شقتك اذكى منك يا شيخ. بس لا صراحة من ناحية التنظيف ما شاء الله تبارك الله ما يعرف. تخيل الناس في بيوتهم جالسين وحضر، والفنطل هذا يروح يتمشى. ذات يوم في فصل الشتاء تحت ظل ضجيج المطر غمرتني دموع الحياة وإزالت غبار الحجر زقزق بلبل وقتها عندما دثرت الشجر فتربت لشد الطيور واهتززت اهتزاز الوطن أنا عن رانديفو رانديفو أنا عن رانديفو رانديفو أنا عن رانديفو رانديفو أنا عن رانديفو ليلة من ليالي الخريج وسرير السماء. رغم الصعاب اللي عدي عليها واثق من نفسه ألف. هاي حمادة، yes you can I ask you a question. Yeah, you can ask. What's there on your face? Beauty da. يا بكاش، ولا 2000 الصورة السيلفي اللي أخذتها. يعني ابو اللي اهدي حين انا كذا جهزت الافطار. يا واد تصدق والله حنيت عليه يا شيخ. اذا ما تفرجتوا الفيديوهات حقت الاسبوع اللي فات لا تنسوا تتفرجوها، وادعموا الفنطل المسكين هذا باللايكات والسبسكرايب، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجايه يا شيخ. يا واد والله المسكين ده غلبان صح.